السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بشر الشهداء أو بشر الناس بما يفعله بالشهداء، فقال في سورة آل عمران، وهذه السورة نزل أكثرها في غزوة أحد، يعني في وقائع غزوة أحد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهداء أيها الإخوة، عندما رأوا ما أعطاهم الله إياه من الحظوة ومن الخير ومن الكرامة، تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلوا فيستشهدوا، ثم ينالون من كرامة الله ما نالوا، ثم يعودون أيضاً إلى الدنيا فيقتلوا فيكونوا شهداء فينالون من كرام الله تعالى ما نالوا. هكذا أرادوا، وقالوا يا ليتنا نعود إلى الدنيا لنخبر إخواننا ماذا فعل الله بنا وما أعطانا من كرامته. فقال الله تعالى لهم، أنا أخبرهم عنكم لأنني قدرت ألا يعود أحد بعد الموت إلى الدنيا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصدق الله، والله إن رجالا تحت الأرض الآن أحياء ويفعلون ما لا يفعله الأحياء، وإن رجالا على وجه الأرض نتمنى أنهم لو لم يخلقوا، لأنه ليس فيهم إلا العار والشنار وخراب الديار، ليس فيهم إلا ذلك. أنت تذكر طارق بن زياد وتنظر مثلا إليه وهو تحت الأرض، ألا تفعل قصصه في الناس ما لا يفعله الذين هم على وجه الأرض؟ ألا ترى رجالا من الأفاضل من المجاهدين من العلماء تحت الأرض الآن هم يعيشون على وجه الأرض أم أكثر مما يعيش أهلها عليها؟ وهناك رجال على وجه الأرض وهم يعيشون عليها هم تحت الأرض ولا قيمة لهم ولا وجود. فالله تعالى يقول، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أحياء، أنا أقول هذه الحياة لها معنيان، حياة عند الله هو يعلمها، والحياة الأخرى هم أحياء في نفوس الناس، في قلوب الناس، في جرأة الناس، في تعليم الناس. قل لي بربك سيدنا خالد، حي أم ميت؟ هو ميت ولكنه حي في نفوسنا. سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، حي أم ميت؟ ميت ولكنه حي في نفوسنا، في نفوسنا، في قلوبنا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مات ولكنه حي في نفوس المسلمين، المسلمين الذين هم على الحق، الذين يعظمون أصحاب رسول الله، الذين لا يعرفون الترهات ولا يعرفون الأمور التي لا تنسجم مع العقل ولا مع الفكر، لا يؤلهون الإنسان. هم أحياء في نفوس الرجال الذين لا يؤلهون الإنسان، ولكن الإله هو الله. الإنسان مخلوق أيا كان، مخلوق أنت مثله، أنت مخلوق مثله وهو مخلوق مثلك، فلا يمكن أن يكون إلهاً. فهؤلاء الذين يؤلهون ويعظمون ويبكون ويتباكون، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، كم من الناس أموات ولكنهم أحياء في قلب التاريخ، كلما جاء عصر تجدد ذكرهم، كلما جاء عصر ظهر أمرهم، وأنت تخطب فتأتي بهم تستشهد بهم.
فأنت عندما تخطب على المنبر وتأتي بكلام عن سيدنا رسول الله وعن سيدنا عمر عن أبي بكر عن خالد بن الوليد، فإنك والحالة هذه إنما تأتي بأحياء لا بأموات. ولذلك ربنا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنا أريد أن يكون المسلمون أحياء غير أموات. الله تعالى يقول عن البعض: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. كم من إنسان على وجه الأرض موته خير من وجوده، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فنحن بحاجة إلى رجال يقولون كلمة الحق. هناك ناس متخاذلون يخافون أن يقولوا كلمة الحق. يا أخي، الله أعطاك عمر واحد، ما أعطاك عمرين، عمر واحد أعطاك، بتموت موتة واحدة ولا بد أن تموتها، فقل كلمة الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. هناك ناس متخاذلون وكان ينبغي أن يكونوا في الذروة. هناك ناس يقولون كلاما كثيرا ويدعون إلى الخير والعمل به، ولكنهم أول من ينهزمون إذا جاء وقت العمل. هؤلاء هذا عار عليه. ولذلك أنت ترى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، النبي اللهم صل عليه قال: ينبغي أن نذهب إلى حمراء الأسد. أيوة، وذهب صلى الله عليه وسلم وذهب معه الذين يقاتلون وقاتلوا وانتصروا أيضا، يعني ما صار قتال لكنهم مشوا مع جراحاتهم الشديدة. وكان هناك أبو سفيان وانهزم أبو سفيان. المهم، على كل حال، فنحن دائما نطلب الرجل القوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فلا ينبغي أن نتخاذل. الحياة أيها الإخوة امتحان واختبار. نحن في هذه الدنيا في قاعة فحص، ولكن هذه القاعة كبيرة جدا، وهناك ملائكة، ونحن نكتب أعمالنا تكتب، والملائكة هم الذين يراقبوننا، والله تعالى هو الرقيب علينا. ويوم القيامة يؤتى بهذه الصحف، وسنرى هل نحن نجحنا فيها أم لم ننجح. ولذلك هذه قاعة امتحان أيها الإخوة، الدنيا قاعة امتحان، فكل واحد فيها تلميذ. فينبغي أن يكتب خيراً خير الكتابة حتى ينال العلامة الأولى. فثقوا بالله واعملوا لله. ثقوا أن العمر محدود وأن الرزق محدود. فإياكم أن تتعلقوا بالدنيا فإنها مكتوبة، ولا تزيدوا ولا تنقص. وإياكم أن تتمسكوا بأعماركم، فأعماركم لا تنقص ولا تزيد، لا بد. والحال التي ستموت عليها لا بد أن تموت عليها. لذلك نحن اليوم نحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نريد الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وأن ينفعنا بما نقول، وأن نكون أسبق الناس لما نقول. والسلام عليكم ورحمة الله.